يسأل يا شيخ صالح عن صفة الدعاء القنوت، وهل الزيادة عليه جائز في رمضان؟ يدعو بما تيسر له، وإن دعا بما ورد فذلك أفضل. اللهم اهدنا أهدنا في من هديت وعافي من عافيت إلى آخره، دعاء الوارد، دعاء القنوت المعروف، إذا أتى به فهو أفضل، وإن دعا بغيره فلا بأس. نعم.